السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعد ما ثبتت اللي هو التعريفات تبعت الفيرتشوال بوكس، يعني عرفنا الصوت، عرفنا كرت الشاشة تبع الفيرتشوال بوكس وإلى آخره، فأنت حاليا تعمل دخول للنظام. الآن كل شيء بصير عندك أسرع، بصير يعني فعال أكثر. لو ألقينا نظرة طبعا هون على اللعبة اللي عملنا لها انستول، مثلا هاي بتحتاج كرت الشاشة يكون فعال وكذا، فأتوقع أنها راح تكون أسرع، يعني مش أسرع كثير. طيب هو كمان لأنه طب خلينا نشيل الميوزك. الماجنيفيكيشن اوتو، اتوقع ريزوليوشن، اقل الريزوليوشن شوي عشان يعني ممكن تكون اسرع من هيك، لكن المشكلة انه يعني كرت الشاشة بيكون يعني ضعيف كثير بالفيرتشوال بوكس، خاصة انه جهازي قديم شوي. لكن خلينا نبدأ. أول شيء مع سطر الأوامر حكيت لكم إنه هو هذا هو اللينوكس فعليا. اللينوكس هو يعني أنت سطر الأوامر هو بيرسل معلومات للكيرنل اللي هي نواة النظام، والكيرنل هي يعني اللي بتشغل كل شيء، لكن هاي الطريقة عشان تتفاعل وتعطي أوامر للكيرنل. نبدأ بأول أمر اللي هو PWD، يعني print working directory. PWD بتورجيك وين انت موجود. فلو عملت cd مثلا document وحكيت له PWD، فبورجيك ان انت الان موجود على الهوم، على one hour networking او على اليوزر تبعك، بعدين documents. change directory يعني غير الدايركتوري اللي انا موجود فيه. اذا ما اعطيتها ولا امر بترجع ل اللي هو لليوزر تبعك. لكن انا لو رحت عملت cd change directory للروت، الروت هو اعلى فايل سيستم بالنظام، حكيت له pwd، فانتو شايفين انه هو موجود على اعلى نقطة بالنظام. تحت هاي اعلى نقطة بيجي عندك list، يعني list الدايركتوري، اعمل list للدايركتوري ايش موجود فيه. هو نفس المكان اللي انت بتقدر تدخل عليه من هون، لو رحنا على الفايل سيستم فهم نفس الملفات الموجودات هون، run root كذا، نفس الملفات. كل ملف بيحتوي امور معينة. طبعا تغيير اسماء الملفات راح يخرب النظام، نقل هذول الملفات لمكان اخر راح يخرب النظام. فمثلا عندك البروسيس، فلو حكيت له ls broke فهو بحكي لك ايش هاي البروسيسز الموجودة في النظام. لو حكيت له مثلا انا بدي ادخل على الاتسي اللي هو اتسترا، يعني فيه كل الملفات تبعت الكونفيجريشن، كل الاعدادات اللي انت بتعملها على النظام تعملها تحت الاتسي. لكن ممكن في بعض الانظمة لازم تدخل، لو رجعنا للروت حكينا له ls يعني الليست، ممكن يكون عندك تقدر كمان تعمل ls وتعمل users
كمان ممكن تكون في إعدادات عندك هون. طبعا CD LS BWD هذول أتوقع أكثر يعني الأوامر اللي أنت راح تصدرها داخل نظام لينوكس. ففرضا أنت فتت على هوم، وكمان بتقدر تحكي له هوم بيسموه هذا Absolute Path One Hour Networking، حكيت له LS بحكي لك إيش الملفات الموجودة داخله. لو أنا بدي أعمل باك من هون فبضغط دوت 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 دوت، يعني معناته الدايركتوري الأب يعني الأعلى منه. فلو عملت هون تغير عندي المؤشر وصار عندي داخل الهوم. هاي الملفات موجود داخل الهوم. لو حكيت له ls شحطة alh فبحكي له أنا ورجيني كل الملفات بالنسبة لل A، يعني ورجيني إياه. يعني لو حكيت له بس A بس L عذرا بس L بورجيني كل المعلومات الموجودة. لكن أنا إذا بدي أشوف عندي ملف عبارة عن نقطة وعندي ملف عبارة عن نقطتين، النقطة معناها الملف الحالي أو النقطة الحالية. يعني أنا موجود بالهوم، لو حكيت له CD نقطة فمتغيرش شيء، حكيت له بعدين LS فبعدني بنفس المكان. لو حكيت له CD نقطتين برجع لورا كمان مرة، ولفوق تقدر ترجع الأمر اللي بدك إياه. فأنت رجعت وين؟ على الروت. لو مثلا أنا بدي أعمل هون LS بقدر أعملها عملية بايب، يعني أدخلها أمر ثاني مثلا grep من الملفات اللي بدك تعملها LS. grep يعني معناته اكمش أو خد الشغلة اللي بدي إياها اللي هي مثلا ميديا. وخلينا مثلا نعطيه كمان أمر داش L أو A ف grep ميديا. شايفين انه هو بيعمل ليست لكل الملفات وبياخذ السطر اللي فيه الميديا. يعني في هاي جزء شوي متقدمة، هاي عملية البايب او اللي هي الشخطة هاي، لكن يعني هاي بس اغلب الاوامر اللي انت راح تحتاجها مبدئيا. كمان مثلا لو انا بدي اعمل انستول لمثلا هنشوف، خلينا نلقي نظرة على البرامج الموجودة. طيب لو انا بدي يعني اثبت الديفلوبمنت اللي هي عن طريق بدي أبرمج ببرمجية الجلاد اللي هو لينوكس مينت مبني عليها، فبدي أحكي له sudo، يعني بدي أنفذ أمر بصلاحيات بأعلى صلاحيات اللي هي administrator اللي هو مشرف النظام كامل بأعلى صلاحيات. بدي أحكي له apt-get، راح نحكي عن الابت كمان لسه في كثير اشياء بدنا نتكلم عنها. لكن من هون تقدر انت تعمل انستول زي ما عملنا انستول للتوكس اللي هو سوبر توكس اللي هي تشبيهها بالماريو. apt get install glad وضغطت انتر بحكي لك اعطيني المشرف النظام او الرمز السري اللي بخليك تقدر تنفذ هاي الامر. فانت بتدخل باسورد تبعك بعدين تضغط انتر، مباشرة ببحث داخل
داخل اللي بدنا نسميها الداتابيس تبعته تبعت البرامج، وبعدين بختار لك البرمجية اللي انت بدك اياها، تضغط يس انا بدي اعمل انستول، فبيتصل مع ال مع ال المستودع تبع البرامج، وبيسحب البرمجيات اللي انت بتحتاجها او الملفات اللي هو بيحتاجها حتى ما يعمل انستول لهاي البرمجية. وبالنهاية انت بتحصل على البرنامج تبعك. الان لو دخلت راح تلاحظ انه صار في عنا اشي اسمه بروغرامينج، راح تلاحظ انه كمان صار في عندي كلاد. لو ضغطت عليه هو عبارة عن برمجية او زي الفيجوال بيسك تقريبا، يعني اذا ما اخطأت، فانت تقدر تبدأ مشروع جديد تبعك وتحط الأوامر اللي بدك إياها وإلى آخره من هاي الأمور. New project أو هو معمول بنيو، مش داعي أعمل كمان واحد، بصير تضيف الأمور تبعتك. لو بدي أعمل update، فشو أول شيء لازم أعمل؟ أعمل sudo apt-get update. فهيك انا بحكي له حدث القائمه تبعت البرمجيات من المستودع، وشوف لي شو في برامج جديده نزلت على المستودع انا بقدر اعملها انستول عندي على النظام. وهسه هو بيحصل على كافه هاي البرمجيات، وبالنهايه انت بتعملها انستول عندك على نظامك. الان ممكن يكون عندك مثلا تقدر تعمل ابجريد، يعني حدث. لو تشوف هسه حاليا راح احكي لك انه في عندك لازم تقوم بانزال او بتحميل 237 ميجا بايت من الانترنت، وبعد ما تتم هاي العملية ويحذف البرمجيات القديمة ويضيف البرمجيات الجديدة راح يحتاج 1.236 ميجا بايت كيلو بايت من المساحة على قرصك الصلب. وهيك انت بتكون عملت عملية الانستول. اذا كبست يس راح يعني ينزل هاي كل هاي البرامج من الانترنت ويحفظها على جهازك، لكن حاليا راح اعمل نو لانه فقط يعني بس للشرح الموضوع هان. الان لو نزلت لو في يعني لو في تحديث شامل للنظام، فانت بحاجة لديست ابجريد. ديست ابجريد يعني انا بدي اعمل ديستريبيوشن ابجريد، و فقط يعني هاي هي مبدئيا راح تكون يعني الاوامر اللي انت بدك اياها. الاشياء لازم تعملها، لازم تعمل ابديت لنظامك ويكون دائما عندك يعني فول سيستم ابديت، علشان اذا في مثلا امور زي شايفين الاوبن اس اس ال، هاي التشفير الخاص باللينوكس، لازم دائما يكون عندك ابديتد علشان ما حدا يعني يفك التشفير تبع نظامك. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.